في عام 1442 ظواهر طبيعية تحدث كل 20 عام بالإضافة لخسوفين وكسوفين يشهدان هذا العام. تابعوا معنا التفاصيل. في عام 1442 هجري ستشهد العديد من الأحداث الفلكية تتضمن خسوفين قمرين وكسوفين شمسيين وجميعها غير مشاهدة في السعودية. في 30 نوفمبر 2020 يحدث خسوفا قمريا من نوع شبه الظل ويمكن رصده في كل من آسيا واستراليا والأمريكتين. كما سيحدث خسوف كلي في 26 مايو 2021 ويمكن رصده في شرق آسيا واستراليا والأمريكتين، أي أن الأرض بين القمر والشمس على استقامة واحدة في الفضاء. وأيضا تشهد أمريكا الجنوبية كسوفا كليا في 14 ديسمبر 2020 يشاهد جزئيا في الأرجنتين وشيلي. في حين تشهد روسيا وشمال كندا كسوفا حلقيا في 10 يونيو 2021. ويحدث الكسوف عندما يقع القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة في الفضاء، وبالتالي يحجب القمر ضوء الشمس من الوصول إلى الأرض. وأيضا هناك ويشهد هذا العام 1442 هجريا 10 زخات من الشهب. وفي حالة صفاء الجو من الغيوم وخلو مكان الرصد من الإضاءة، يمكن بالعين المجردة رصد الشهب طوال فترة الليل، ولكن الوقت الأفضل هو بعد منتصف الليل وحتى الفجر. وأهم هذه الزخات شهب التوأمين أو التوأميات في 13 و14 ديسمبر 2020، وأيضا شهب الرباعيات في 2 و3 يناير 2021، حيث يمكن رؤية تساقط العشرات منها. وفي هذا العام لن يؤثر القمر على رصد شهب التوأميات لوجوده تحت الأفق في ذلك الوقت، بينما تقلل إضاءته من عدة شهب الرباعيات التي يمكن رصدها لوجوده في السماء معظم فترة الليل. وهناك ظاهرة فلكية نادرة في 21 من ديسمبر 2020 لا تتكرر إلا مرة تقريبا كل 20 سنة، يطلق عليها الاقتران الكبير بين المشتري وزحل. وفي هذا الوقت يظهر المشتري إلى جنوب زحل بمسافة زاوية 1 درجة فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس، ويستغرق المشتري 12 سنة أرضية للدوران حول الأرض، بينما يستغرق زحل 29.5 سنة أرضية. ونتيجة لهذا الاختلاف في زمن الدوران يقترن الكوكبين مرة كل 20 عام. وهناك عدد من الأحداث من الاقترانات بين القمر من جهة وعطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل كلا على حدة من جهة أخرى. وأبرز تلك الاقترانات أن يحدث بين القمر والزهرة في صباح 13 ديسمبر 2020